سيد جمال ولا رئيس نادي المريخ السوداني اشكرك شكرا جزيلا. معلش عبد الواحد بس الموضوع مهم يعني. خلينا اسالك لو كنت مكان الحضري والحضري غاضب الان مني بشده، انا اصلا بتكلم انا بحب شويه المبادئ والقيم يعني، لا تعليق لا ما خالص فاش ان انا اكون مكان هو اكيد اضرب ظروفه وقصته، بس انا ما احطش نفسي انا في مشاكل اصلا. لو كنت مثلا تتمرن معاه في المنتخب اليومين دول كنت ممكن تقول له يرجع يتمرن احسن، يفضل في ناديه وينهي الموسم، خاصه ان الحضري لعب 18 مباراه، لعب 19 مباراه كسبوا 18 ما دخلش فيه الا 6 اهداف، وكان عامل موسم كويس قوي وكانوا قريبين جدا من الفوز بالدوري يعني، كان في طريقه الى انجاز رائع انه يحقق بطوله الدوري مع المريخ السوداني حتى لو كانت له بعض المستحقات الماليه يعني. الانجاز والحفاوه واللي الناس عملوه في السودان لم يكن هذا يستحق انه حتى يضحي شويه؟ نو كومنت بالانجليزي، خلينا في النو كومنت. خلينا نرجع للزمالك، هل خساره